عبر نشاطنا الإخبارية منرحب ونقول أهلا وسهلا بالعرسان. شكرا يا حياتي. شكرا. أهلا وسهلا فيك. شكرا. يعني هذا أول إطلالة. شوي شوي كثير صعبة إنك تصدق إنه مصحيين، بس لأنه والله هيك ومو نايمين. يعني هيدي يمكن أول طلة لك عبر نشاطنا الإخبارية أنت، وأكيد حبيب قلبك أكيد أنت وطار. أهلا وسهلا فيكم بلبنان. شكرا. أول مرة منسافر صح. شكرا. ست أصالة، خبرينا كهالفترة كنت بمصر عم بتسجلي باستديو أغنيات جديدة، خبرينا عن الأعمال وشو عم نحضر إن شاء الله، وأنت عم بتعيشي هلأ لحظات سعادة وحب. يعني والله ما بعرف أي، عم حضر ألبومي ومرتاحة مبسوطة، بس شو بدي أقول لك، شوي لحظات سعادة وحب، مبسوطة الحمد لله. يعني وين عم بتسجلي شعراء الملحنين؟ شعراء بدهم كتير والله، يعني عطيهم وقتهم لأنه في أشياء يعني لازم لتركير مركزة لأنه مواصلة واصلة. في ملحنين كتير كمان مهمين، شباب أول مرة بتعاون معهم وهيك يعني، بس إن شاء الله الله بيوفق. الألبوم حيكون خرافة من الخرافات. سبق وأكيد أكيد وقعت كليب لست أصالة وهيك، هلا بلشت كيف بدك تخليها تطل أكيد الجمهور العربي بأي له؟ ان شاء الله لسه يعني لغايه دلوقتي ما حددناش بالظبط ايه اللي هيتصور، ايه الاغاني اللي هتتصور، بس ان شاء الله قريب يعني. ان شاء الله. اكيد عم تسمع الاغاني هيك وحببهم؟ طبعا معاها طول الوقت. عظيم. عرفنا كمان في هناك اغنيات تسجل بلبنان منها بسيدي هادي شرارة، خبرينا شو العمل ولمين ولبناني حيكون؟ مروان خوري كلامه والحانه، اغنيه كتير كتير حلوه بتطير العقل، لا تخاف اسمها، مع المبدع هادي شرارة، هادي كتير مهم. ست أصالة، حددنا موعد الزفاف، نحن كنت قلتينا بشهر 6 بس تحدد ولا بعد؟ يعني ما زفاف يعني ما بعرف ليه، انه مو هيك احتفال. هو احتفال. لا حددتوا الموعد؟ لا يعني ان شاء الله في شهر 6 بس مش عارفين امتى بالضبط. الاسبوع الجاي بيصدف عيد ميلاد أصالة، شو مفكر تهديها؟ مفاجأة. مفاجأة هاي. ما كثير نحن بدنا نفكر بهي القصص. بلقاء سابق سألتها قلت لها يوم عيد ميلادك ممكن تحددوا موعد الحفل ارتباطكم، قالت لي أنا يوم ما ارتبطت بطارق هو يوم ميلادي. يعني يعني شكرا لك. صح والله الحقيقة. طب شو عنا هلا نحن بقينا أسبوع بلبنان إذا الله راد، شو عنا أمور بدك نبذيها وشو عنا بعد لبنان؟ عنا حفلات وبينت خلال الصيف ان شاء الله. عندي ان شاء الله حيكون بدي اطلع تور على امريكا، وعندي بدبي اول مره بدي اعمل حفله عامه يعني بدبي. تاريخ 25 شهر يمكن. صح مزبوط. انا ومروان باشا، مروان خوري باشا، والله ما بعرف يعني ما ملخبط عقلي. نخبر المشاهدين كمان انه الحفل هيدا هو من تنظيم اخوك انا، سوى اول مراحله بالانتاج الفني. اي يعني موضوع انتاج، هو هيك حابب يدخل هاي التجربه وان شاء الله رب العالمين بيوفقه، هو بيستاهل يعني، يعني بيستاهل النجاح، انه شاب طيوب ومهذب اخوي. حتزوري الشام تتعرف على الاهل، بقيه الاهل بالشام؟ والله ما في، الاهل كلهم طفشوا، نحن كنا صرنا كلهم صاروا بالامارات. في ستي بس، يعني ستي جاي على بالها لانه كثير كانت زعلانه مني لاني تجوزت بسرعه، بقى تيتي بدي انزل خليه يصالحها. اي واخوالي طبعا، ولا عندي كثير من اهلي يعني موجودين بالشام على سلامتهم، بس انه قصدي اخواتي ووالدتي كلهم صاروا بالامارات العربيه المتحده. أصالة أكيد نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وتضل الفرحة غمر قلوبكم، وتقدمينا عمل حلو بالصيفية يعبرنا عن مشاعر أنت أصلا عايشتي. أهلا وسهلا فيك بلبنان. شكرا عماد، وشكرا حبيبي، شكرا صديقي. أهلا طارق. شكرا. شكرا كتير أصالة، نتمنى لك إقامة موفقة وسعيدة بلبنان.